البعض البعض يقول لك انا لازم التزم، الناس كلها تلتزم بالفيفا دي، مظبوط كده؟ طب ما احنا وده المنتخب بقى، طب ما فين يعني احنا بندي شرعيه لتاجيلات، لتاجيلات اقول ايه يعني تاجيلات كتير، ولما اجي لما لو اتحاد الكره رفض او الناس المسؤول عن المسابقه يبقى ضد، يبقى ضد الحاله القوميه او يعني زي ما انتم فاهمين. طب ايش يعني؟ طب ازاي؟ طب ما خلاص يبقى على الجميع. يبقى النهارده فيفا ديت، يبقى انا اللعيبه نفس الشيء، يبقى فيش تاجيلات في الدوري. دي قصاد دي هو ده الطبيعي، ده الفير، ده العدل. لكن المنتخب مصر يستثنى، يبقى في استثناء لتجهيزه. الموضوع حسام حسن كان طالب 3 ايام، مش زي ما الناس او شيع للناس عايز معسكر طويل ويرجع للكابتن جوهر. يا رب ارجع للكابتن جوهر في تفكيره وفي نجاحاته وذكائه كابتن حسن شحاته، مش عيب. لكن انا مش بتصالب بمعسكرات، انا قلت 3 ايام، 28 ما بين 28 ويوم واحد 3 ايام. فعلى اساس ان حتى مش 3. وعلى فكره المعسكر لو لو اللعيبه كانت بتشتغل عادي زي الدوريات وعاملين مع انديتهم ولعبوا ماتشات وديه ثم ماتشات رسميه، هيجوا في الفيفا ديت ايه المشكله؟ وانا هجيبهم زي ما اللعيبه المحترفين جم يوم اثنين اهلا بيهم. طب ما انا اقعد في البيت، ايه يعني ايه القضيه ان انا يعني ان انا اخد 3 ايام؟ انا باخد بسرق 3 ايام عشان خاطر يعني احاول انقذ ما يمكن انقاذه. اقل فتره اعداد بعد اجازه مثلا 3 اسابيع او اسبوعين، مش اقل من شهر ونص، 6 اسابيع. فتره الاعداد بتتعمل في 6 اسابيع، فتره الاعداد اللي هي الطبيعيه اللي هو عملها صلاح وعملها تريزيجيه وعملها كافيردي. منتخب كافيردي كلهم محترفين، هم اشتغلوا بالترتيب ده، خدوا اجازه ثم عملوا اعداد تدريجي ثم عملوا ماتشات وديه ثم عملوا ماتشات رسميه. هم ال 24 لعيب المحترف عندهم عملوا كده، احنا الثلاث اربع خمس لعيبه عملوا كده. لماذا لم تقدم استقالتك يا كابتن حسام احتجاجا على عدم دعم اتحاد الكره ليك في مساندتك وانت منتخب مصر واهتمام اتحاد الكره بالمسابقات؟ ويفضل مصلحه الرعاه عن مصلحه منتخب مصر. بص، هي الموضوع اولا ان يعني اهلا بحضرتك وبشكرك على كلامك، لكن انا جاي بخدم بلدي في اي ظروف وهتعامل مع اي موقف وزي ما اتعاملت، والظروف اللي فاتت الاخيره دي شاهد على الموضوع مش موضوع من النهارده، بقالنا فتره محتاجين اعاده ترتيب واعاده حسابات، واتمنى ان الفتره اللي جايه كل الجميع يتداركوا الظروف اللي بتحصل، وان احنا بنأذي الكره المصريه، كلنا بنأذي الكره المصريه. لازم تتعمل يبقى في نظام على الكل، لازم في مواعيد معينه. طبعا ان شاء الله اتحاد الكره اللي موجود او ايا كان اللي بيدير اللعبه ده فعلا مطلوب منهم بصوره كبيره جدا لانقاذ الكره المصريه. كل اللي بيحصل ده بيصب على المنتخب وعلى الجهاز الفني للمنتخب، كل المشاكل دي بتحصل بتوصل لنا. يعني بعد ما اللعيبه تريح او تاخد اجازات او اللعيبه تروح او اللعيبه محترفين في مشاكل، كل في النهايه لما يجي المباراه زي النهارده زي بكره مش هتشوف غير في المسرح الجهاز الفني المدير الفني واللاعبين بالظروف اللي هي موجوده. انا ما ينفعش اقول اقدم استقاله، لاني اقدم استقاله في خدمه مصر استحاله. يعني انا تحت اي ظروف انا مع منتخب مصر لحين ان شاء الله تغيير السلبيات. انا تعودت على الصعوبات، تعودت على الضغوطات، ومن اول ما مسكنا المنتخب احنا بنعدي حواجز، ولكن معايا ربنا ثم حضراتكم طبعا والشعب المصري اللي هو عنده ثقه فينا ان احنا في جهاز ان احنا نعمل حاجه وهنعمل حاجه، لان احنا جهاز وطني بيحب بلده جدا جدا زيكم، وهشتغل تحت اي ظروف، هنعمل مستحيل. يعني السيد الرئيس فتحي السيسي جه في وقت من الاوقات قال لك انا عايز مدرب وطني، عايزين مدربين وطنيين. وقبليها اول ما مسك عملنا قناه السويس الثانيه،
هنعمل كل حاجه، وانا هعمل الكلام ده. فانا مش بكلم كشعارات.